مساء الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. اللي يدرسون أغلبهم أجزوا، اللي في البيت نص أجز وباقي شوية ما أجزوا. المهم ما يمنع أنه راح ننبسط ونحتفل اليوم بإذن الله، قلنا ما راح نسوي فطور، بنجيب أشياء خفيفة من برا. ودي أجيب نفس فكرة الفطور المصري أو الأكل المصري، فلافل، بطاطس، خبز مصري كذا يعني. وفي شوية نواقص في البيت برح أجيبها، ويلا توكلنا على الله. جيت المطعم هذا اسمه دمياط، أكله كله مصري، يعني أكثر الأكلات المصرية اللي تكون من جد، حتى الأكلات المصرية موجودة هنا. ويلا بنطلب منها السريع. أول شيء أخذت فلافل، بنات ريحته ما شاء الله تبارك الرحمن، يجنن. فلافل بالطريقة المصرية مرة لذيذ وريحته حلوة. وأكيد أكيد أخذت فول، أخذت علبتين فول، وأخذت بعد خبز مصري، حنا نسميه هذا خبز مصري، ما أدري أنتم شو تسمونه. وأخذت بعد مطبق، وبس شوفوا ناقص بطاطس مقلي. لو أمداني أجيب لما أخلص من المشي بجيب، إذا ما أمداني خلاص شو أسوي بعد، مع أنه أساسي يكون في بطاطس وبس. والله شو الحين الساعة 5:06، أخذت أغلب أشياء الفطور، باقي بس إني أروح الممشى وأمشي. شوفوا عندنا في الحسا يدن الساعة 6:10، يعني عندي كذا 1:15، المشي ياخذ نص ساعة. خلصت والحمد لله. كم مرة تعب ما شاء الله، وحار الجو حلو بس مرة حار. بسم الله. شو الحين الساعة 5:49، يلا لحق على الفطور لأن الإذن 6:10. أهلين بنات، رجعت لكم مرة ثانية. الحين بإذن الله رايحين مول أو شيء، غالبا أنه بنقضي يعني مو نكمل. أنا اليوم ما راح أخذ شيء، أختي بتأخذ، أنا قلت يمكن أخليها اليومين الجاية. المهم راح أحاول أصور لكم جولة كذا سريعة السوق، تجهيزات كاملة وبس. والله بس قبلها بنمر ستاربكس ناخذ قهوة. أيوه السلام عليكم. السلام ورحمة. ثلاثة كرم مكياتو حار وسط. كرم مكياتو حار وسط أيوه. ثلاثة ها؟ ثلاثة كراميل بكيات وحار وسط، واحد سكيم ميلك أيوة، وان بامب فانيليا سيراب هذا سكيم ميلك وان بامب فانيليا أيوة كده بس خلاص. يا جيت العثيم، ودي كذا ما أدري نأخذ أغراض بسيطة وبعدني بالهايبر حقه، يمكن أختي تتسوق اليوم نشوف. جينا محل بولو عندهم تخفيضات، اختي بتاخذ لعيالها، جيت اتفرج لو عجبني شيء. شوف عندهم ملابس نفس السريعة او السبور هذي، لو عجبني شيء يمكن اخذ. انا اكثر شيء عجبني منهم القمصان اللي كذا الرسمية، شوف اللي فوق. هذا الأبيض حلو، أحس حق بنت كذا 14-12 سنة مراهقة، مرة حلو. شوف شكلهم برا، أثبت لكم تشوفونه، شوفوا مرة حلو، بس غالبا ما عليه خصم. شكله آخر حبة، تصدقون غالبا آخر حبة ما في منه. شوفوا الأسود هذا سحليه شوية، بس لو غير لون. شو هذا بعد تشوفونه؟
مدري إذا واضح لكم. شوف أسعارها، هذا 239، كذا أسعارهم 200 شوية دايم كذا أسعارهم هم. شوفوا الأقسام الولادية عليها خصم بعد، مرة حلوة ألوانهم، في أشكال كثيرة بعد، شوفوا مرة حلو تصحي العيد لو عندكم أولاد تبون تقضوا لهم، مقاسات كلها متوفرة مرة حلو. شو هذا بعد حلو، شوفوا أشكال كثيرة وألوان كثيرة. خلي أوريكم أسعارهم بعد الخصم، 179 كذا أسعارهم. في ألوان بعد رسمية لو أحب، هذا شوية سبور، في ألوان رسمية أكثر كحلي، ذا هذا مرة حلو، حلوين مرة حلوين. هذا سعره 100، كلها 179 أتوقع. شوفوا اللي تيشيرت سادة 135، نفس تيشيرتات نصكم. شوفوا هنا على 79، أغلب الركن هنا على 79 كذا. في أشكال حلوة، شناط هنا أسعارهم حلوة ترى، شناطهم كان عندي شنطة من هنا مرة جودتها حلوة وطولت معي، كنت أكرفها يوميا، أسعارهم حلوة. أدور لكم شيء، هذا بعد شو شكله مرة حلو، مرة حسها حلوة، 299 مرة حبيتها، بسم الله. شو شكلها مرة كيوت، مع أني مو مرة أحب الشناط البيض بس عجبتني، كبيرة نفسها بعد حلوة مرة حبيتها صراحة، يعني كلهم حلوين بس ما عجبوني مرة. أكثر شيء عجبني هذه وهذيك، هذيك 299، هذه ما أدري كم، هذه غالبا ما عليها خصم، خلو بس أتأكد من سعرها كم، ما عليها خصم، ما أدري وين السعر. أرجع أقولكم شناطهم جودتها حلوة. شو بعد واحدة هنا مرة شكلها حلوة، أسود، هذا الأسود يكون كثير عملي مرة حلوة، شوفوها حبيتها، خصم 219 مرة حلوة، عجبتني مرة حلوة. أخذت أختي تيشيرتين هذول، أتوقع ما أدري أخذت، المهم إنه بنكمل في السوق الحين. جنس بناطيل جلسة حاسب الحين. كانوا بدي نطول أكثر بس إنه محلات قامت تتسكر خلاص، غالبا كذا راح ننهي نكمل يوم ثاني بكرة أو بعد إن شاء الله. هايبر، مو الهايبر، سوبر ماركت، الشوفان خلص، أشياء كثيرة خلصت، بحاول أصور لكم داخل بس ما أظن لأن الوقت متأخر، يمكن بسرعة أشتري وأمشي. السوبر ماركت اللي في العثيم، المهم إنه ما مداني أصور لكم صراحة، مرة زحمة، بس شريت حلويات مرة لذيذة. إذا رجعت البيت إن شاء الله ما أحتاج أوريكم مقاضي بنت أختي شفتوها أتوقع، راح أصور لكم الشوكليت اللي شريته مرة يشوق. بس كذا يا بنات خلصنا العثيم، ما قدرت أصور لكم داخل، كان مرة زحمة. المهم إني أخذت أغراض ناقصة البيت زي ما أنتم شايفين، شوفان وكذا، وبعد جبت أشياء شوكليت وحلويات، أشياء مرة تونس. إذا رحت البيت بصورها لكم إن شاء الله. أهلين بنات، رجعت لكم مرة ثانية، خلي أوريكم أغراض السوبر ماركت على السريع. المهم إنه ترى أنا أحب الشوكليت وأحب الحلويات بس مش دائما آكل، احاول اني لو باكل اكل دارك، اكل شيء يكون صحي اكثر، بس اليوم ما في صحي، اليوم راح نجيب اشياء بس لطيفه. اول شيء اكيد كندر، اكيد اغلب البيوت واغلب الاماكن اللي فيها اطفال يحبون كندر، احط كندر مجموعه كثيره، كندر اللي ابيض مو اللي داخله شوكليت اسود، اللي داخله شوكليت ابيض. احط بعد تويكس، كنت ابغى من تويكس الثاني اللي في توكسي بنات، يجنن يجنن، مش نفس هذا، مو شوف هذا كيف،
هذا نفس الحبات مسكرة صح؟ لا، في كيس توكس كبير زي كده يكون بلاستيك حقه قوي، يعني كيسه قوي مو شفاف، وداخله نفس التويكس مربعات، عرفتوها؟ مش متكيسة ومش متغلفة، طعمها يجنن. عندي قلب من هذه، أحس هذيك طعمها هو الأصلي، بس للأسف ما لقيت فأخذت هذه. وأخذت بعد إمينامز، ريحة الكيس كذا يفوح شوكليت وحلويات وشي حلو. هذا طبعا لي، بس فتحته وأخذت منه شوية. هذا بعد حقي فتحته وضفت منه كم حبة، عرفتوا؟ مرة لذيذ، ريحته حلوة. كنت أبي بنوع حامض بس ما لقيته، ما لقيت إلا هذا. وأخذت بعد كوكونات، جوز هاند، شوكليت. هذا مو أنا اللي أكلت منه، أختي فتحته وكلت منه كم حبة. فتحت بعد أشياء كثيرة، بدأت كيف فتحت هذا وأخذت منه الإمينيمز. هذا شوكليت كبير نفس الشوكليت بار، أخذت منه 3 حبات. خلال بسم الله، هذا وهذا، فطعمهم مرة حلو. وأخذت كتكات كبير، أخذت على السريع على السريع ما بدي أخر. أخذت هذا مرة لذيذ، شوف شكله كيف يكون، نفس الحبات تكون، تعرفون التوفي صغيرة قريب من طعمها بس على الألف. أخذت بعد هذه مرة طعمها حلو، كيف هالسنو شوي حامض مرة لذيذ. أخذت بعد كندر بعد زيادة، هذا هو، هذاك داخله أبيض ومن برا أبيض، هذا لا من داخل أبيض ومن برا أسود. أخذت بريك للي يحبون البريك، أخذت بعد كيت كات بعد زيادة، كيت كات زيادة، أخذت بعد كيت كات زيادة، كيت كات زيادة، كات زيادة. أخذت بعد الكيس، بس والله ما أدري شوفوه، في غالبا أحد فتح من الكيس. هذول كانوا في نفس الكيس كبير، الكيس مختفي ومحطوط لي 3 حبات، غالبا في أحد فتح الكيس وأخذ. وهذا بعد كيت كات، وبعد التويكس هذا كان في كيس بس غالبا في أحد أخذ منه وخذه ورجع ثلاثة شوية يعني الكيس. المهم اللي خذاه بألف عافية عليه، لأنه بنرجع نجتمع وناكل منه بعد. ما أدري شو الأجواء اللي ممكن. شوفوا من زمان ما جمعنا، رمضان لما جاء كان بدايته اختبارات وفهمتوا مدارس، ما كنا نجتمع كثير. هذه الحلويات بس فيها احتفالية انه خلصنا اختبارات، احتفالية انه الكل اجز وكذا بننبسط عليها، نسوي عليها بالعربي حفلة. بس والله حبيت اوريكم مشتريات لطيفة لذيذة، اكيد احمسكم لو تروحون السوبر ماركت تاخذوا لكم ب10 ريال ب20 ريال. لا تسوون زينا تحتفلون بس، لان احنا يعني شوفوا من زمان ما اكلنا شوكولاتة للامانة، كم والله ما ادري، يمكن قبل رمضان باسبوع 10 ايام، نادر ما ناكل شوكولات نادر. ومن جاء رمضان ترى ما اشرب كراميل ماكياتو كثير، يعني انا الحين ما شاء الله علي وصحية، فلو سويت كذا حفلة ان شاء الله. وترى ما اكل كثير، يعني تنوع كبدي، انا مشكلتي تنوع كبدي، يعني بسرعة يعني الكندر هذا ممكن اكل منه حبة صبع، يعني ما اقدر اكل 2. ما ادري اذا انتو نفسي ولا لا، وإذا متوفر عندي شوكولات بهالكميات خلاص ما عاد أبي شوكولات أبدا. بس إذا البيت ما في شوكولات، أوه يا ربي تجيني حالة، تجيني حالة كذا أسنبي حالي. لو في البيت كذا متوفر بلاقوني ما راح أشتري، آكل منه كثير وبس. والله راح نجتمع عليه وننبسط فيه وبس. أتمنى كذا مشتريات عجبتكم، وكذا راح أنهي معكم الفلوج. إذا عجبكم المقطع حطوا لايك، اشتركوا في القناة، سووا شير للمقطع، أشوفكم مقاطع جاية بإذن الله. مع السلامة.